أما إبرهة فقد أرسل رجلا اسمه حناطة الحميري، أرسله إلى قريش فيسألهم: إني لا أريد بكم حربا ولا حاجة لي بدمائكم، إنما أردت هدم الكعبة فخلوا بيني وبينها. فجاء حناطة الحميري إلى قريش وسأل عن سيدها عبد المطلب، فجلس عنده أخبره بالخبر، فقال له عبد المطلب: ونحن لا حاجة لنا بحرب أبرهة، أما هذا البيت سنخلي بينه وبينه. قال: فإنه يريد أن يكلمك. فخرج عبد المطلب وتوجه إلى معسكر أبرهة، سأل أول ما دخل عن رجل اسمه ذو نفر الذي اعتقل الذي أسر وكان صديقا لعبد المطلب، فجلس معه فقال: يا ذي نفر، هل لك أن تشفع لنا عند أبرهة؟ قال: وما يغني رجل أسير مثلي، ماذا أصنع؟ أنا رجل أسير، قد يقتلني اليوم أو يقتلني غدا، لكن عندي صديق هو سائس الفيل، وكان أبرهة قد أخرج فيلا ومعه سائس، وهذا السائس اسمه أنيس. قال: سوف أكلمه ليشفع لك عند أبرهة. فذهب ذو نفر إلى سائس الفيل وأخبره أن عبد المطلب رجل شريف في قومه، يطعم الناس والمساكين في السهل والجبال، فاشفع له عند أبرهة. فذهب أنيس إلى أبرهة وأخبره بالخبر وشفع له أن سيد قريش يريد أن يكلمك، وهو يطعم الناس في السهل والوحش والجبال، وهو يريد أن يدخل عليك، فأذن أبرهة أن يدخل عليه عبد المطلب. دخل عبد المطلب على جيشي وعلى خيمة أبرهة، وكان أبرهة جالسا على كرسيه وحوله الحاشية، فلما رآه أبرهة استعظمه وأعطاه هيبته ووقاره، فكره أبرهة أن يكون جالسا على الكرسي وعبد المطلب يجلس على الأرض على البساط تحته. فقام أبرهة من كرسيه وجلس على البساط مع عبد المطلب والهيبة تعلوه، فهو سيد قريش وهو كبيرهم، وكان بين أبرهة وعبد المطلب ترجمان، فلا أحد يعرف لغة الآخر. قال أبرهة للترجمان: سله ما حاجته. قال: إن أبرهة يسألك، ما حاجتك؟ قال: إن لي 200 من الإبل أصابها صاحبك، فسل الملك يرجعها إلي. فقال الترجمان لأبرهة طلب عبد المطلب، فقالت أبرهة للترجمان: قل له إنني عندما رأيته أعجبت به وأعطيته قدره وهيبته، ولكنه لما طلب مني طلبه زهدت فيه. قال عبد المطلب: ولما؟ لما زهدت بي؟ قال: جئت تسألني وتطلبني 200 من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك لا تكلمني فيه؟ تسألني 200 من الإبل وتترك بيتا أريد هدمه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ويمنعه. فقال أبرهة: ومن يمنعني من البيت؟ قال عبد المطلب: أنت وذاك، أنت وذاك، إن منعك شأنك وربنا جل وعلا. فإذا بعبد المطلب يأخذ الإبل ويرجع وأسرع إلى قريش يقول لهم: اخرجوا، فإن الرجل عازم على هدم الكعبة واستباحة الحرم. فخرج الناس يهربون إلى شعف الجبال وإلى الشعاب، يهربون بنسائهم وأطفالهم، وجلس عبد المطلب ماسكا حلقة الكعبة يدعو الله جل وعلا أن يحمي بيته. لهم إن العبد يمنع رحله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم، فمحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أمر الرجال أن يخرجوا، وخرج الناس من مكة، وفرغت مكة والكعبة حولها من الناس ينتظرون قدوم
أبرهة وجيشه. فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها. فالله للطير قد وانطلق أهل مكة إلى الجبال. انطلقت قريش، كل منها ذهب بأهله وصبيانه إلى الشعاب والجبال يستغيثون الله عز وجل أن يحمي بيته وحرمه وخلي الحرم، ولم يبق أحد يحمي بيت الله جل وعلا. في صبيحة ذلك اليوم انطلق أبرهة بعد أن عبأ جيشه وعده لهدم بيت الله الحرام، معهم الفيل الذي أتوا به ليهدم البيت، واسم هذا الفيل محمود. وانطلق الجيش، جيش أبرهة، باتجاه الحرم، وفيهم نفيل الخثعمي الذي كان قد أسر وهو يعرف حق الحرم وعظم الحرم، فجاء إلى الفيل وتكلم في أذنه وقال: يا محمود أبرك، أبرك أو ارجع من حيث جئت راشدا، فإن هذا حرم الله، فإن هذا حرم الله. ثم فر نفيل إلى الجبال مع أهل قريش وهم ينظرون ما الذي سيحل بأبرهة وبجيشه. إنهم ينطلقون لهدم بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس، أعظم بقعة في الأرض هذه البقعة التي حرمها الرب عز وجل. انطلق أبرهة بغروره وكبريائه، معه الجيش ومعه الفيل، لكن الفيل برك في مكانه. حاولوا أن يقيموه فلم يستطيعوا، ضربوه، صاحوا عليه لكنه لم يقم. وجهوه باتجاه اليمن فتحرك، باتجاه الشام فانطلق، باتجاه المشرق فتوجه. وكلما وجهوه إلى الحرم، إلى الكعبة، إذا به يبرك ولا يتحرك من مكانه. بدأ الرعب يدب في الجيش، ما بال هذا الفيل يتوجه إلى أي مكان إلا إلى بيت الله الحرام؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فجأة أظلمت السماء، نظر الناس والجيش حتى الذين في الجبال إلى السماء فرأوا مجموعات عظيمة كبيرة تغطي السماء، مجموعات من الطيور، طيرا أبابيل غطت السماء كلها. ففزع أبرهة وفزع جيشه، ما الذي جاء بهذه الطيور وبهذه الكميات الكبيرة وبهذا القدر العظيم الهائل؟ من الذي أرسلها؟ كل طير بمنقاره حجر من سجيل، حجر صلب جاهز لأن يطبخ الرؤوس، وبرجليه حجرين. فإذا بالسماء فجأة تمطر، لكن أي مطر، إنها أمطار من حجارة تتساقط من السماء.